الآن واحد بيسأل سؤال على الآية بتاعت ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، فما تفسيرها رغم صعود إلي وأخنوخ؟ أنا قلتها كتير أول الآية دي، وأعتقد موجودة في الكتب بتاعتي. السماء دي أنواع وأشكال، فلما بيقول ليس أحد صعد إلى يعني في السماء العادية بتاعتنا دي اللي بنسميها سماء الطيور أو الطائرات، وفي السماء بتاعت الفلك اللي فيها الشمس والكواكب والنجوم، وفي سماء السماء الثالثة التي هي الفردوس كما ورد في كورنثوس الثانية 12، وفي حاجة يسموها سماء السماوات. سماء السماوات دي لله وحده. سماء السماوات هذه ليس أحد صعد إليها إلا الذي نزل منها ابن الإنسان الذي هو في السماء. فإلي وأخنوخ ما راحوش سماء السماوات، لأن دي بتاعت ربنا، دي بتاعت عرش الله، ليس أحد صعد إليها إلا المسيح. واحد بيقول قد توفي أخي الأكبر العام الماضي، البقية في حياتك، وكان يعمل دكتور وترك ثروة تقدر بحوالي 400,000 جنيه وطفلين، والآن تريد زوجته الزواج من أخيه الأصغر. هذا اللعبة بقى، الوقت ابتدى اللعبة. معلش استنوا بس شوي. انتوا بتسقفوا على اللعب ولا على اكتشاف اللعب؟ ده بنهاية. قد اتفق على الزواج وأسرة الزوج تعارض ذلك، كذلك الآباء الكهنة، فكيف التصرف؟ والأخ ده بيقول حضرت من الإسكندرية اليوم لهذا السبب. أنا خاف يكون اليوم بتاع الأسبوع الماضي. طيب اليوم من الزيجات المحرمة إن واحدة تتجوز أخو زوجها، لأن أخو زوجها كأنه أخوها بالظبط، أو واحد يتجوز أخت مراته كأنها أخته بالظبط، لأن لما الاتنين بيتجوزوا بيبقوا واحد. قرايب ده يبقوا قرايب ده، قرايب الزوجة قرايب للزوج، وقرايب الزوج قرايب للزوج، أخوها وأختها إخواته، وأخوه وأخواته يبقى كأنهم أخوة ليه، كله زي أبوه كأنه أبوها، وأمها كأنها أم، كله زي بعض، بقوا أسرة واحدة. فالزيجة دي محرمة، وفي الكتاب المقدس في لاويين 18 ولاويين 20، ارجعوا لي، لاويين 18 ولاويين 20 يحرم هذه الزيجة ويقول إنها نجاسة. يحرم هذه الزيجة ويقول إنها نجاسة. بهذه المناسبة وعندنا عدد كبير حاضر معنا من الأباء الأسقف ومن الأباء الكهنة، أحب إنكم في محضر الخطوبة وفي عقد الزواج لابد أن يذكر قرابة أو نسب الزوج والزوج، قرابة أو نسب الزوج والزوج،
علشان اذا كانت زيجة محرمة نقدر نكتشفها. يعني لما يجي واحد بيخطب واحدة ويطلب انه يعمل خطوبة لابد تقوله في محضر الخطوبة نوع القرابة او نوع النسب. فاذا كان اخو الزوج او اخت الزوجة يبقى مرفوض. واذا لم يذكروا مثل هذه القرابات يبقوا بيزوروا في عقد رسمي. يبقوا ايه؟ بيزوروا في عقد رسمي. فاخو الزوج اصغر او اكبر محرم. زمان زمان ايام اليهودية كانت هذه الزيجة محرمة ما عدا استثناء واحد فقط. اذا مات الاخ وليس له نسل يبقى اخوه ياخد مراته ويتجوزها، والابن البكر اللي يتولد يتعمل على اسم المتوفى لكي لا يمحى اسمه من اسرائيل. دلوقتي تقدر واحد يتجوز والولد اللي يخلفه لما يجي يكتب له شهادة الميلاد يقول ابن الميت اللي مات من قيمة كذا سنة، ده يبقى تزوير في أوراق رسمية يروح فيها السجن. يقدر واحد يخلف واحد ولما يجي يسجله يقول ده ابن اخوي، ومش ابن اخويا بس، ابن اخويا اللي مات. الكلام ده كان زمان لما بتحفظ الانساب بتاعة اسباط اسرائيل، ولما بناء على الانساب بتحفظ نواحي الميراث، ميراث كل صب. الحاجات دي انتهت، لا بقى في اسباط ولا ميراث، كل ده انتهى. كمان حاجة تاني، حتى بالنسبة لاستثناء اسرائيل ده اللي موجود في التثنية 25 بيقول اذا مات وليس له نسل، وهنا بيقول اخوه مخلف عيلين بيعمل معهم ايه دول؟ يعني حتى القاعدة بتاعت الاستثناء غير متوفرة. وهذا نفس الكلام الذي كان حوارا بين السيد المسيح وبين الصدوقيين اللي ورد في متى 22. قالوا له كان السبع اخوة، سبع ايه اخوة؟ جوزوا واحدة، اتجوزها الاولاني واذ ومات واذ لم يكن له نسل، اذ لم يكن له نسل صارت لأخيه. ومات الثاني ولما كان لم ينجب ابن صارت للي بعد منه. اذا الشرط ان ما يكونش ليه اولاد كان شرط اساسي حتى في استثناء العهد القديم. يعني العهد القديم اولا الزيجة كانت حرام ومنجسة، ثانيا الاستثناء الوحيد ان الاخ اللي يموت يكون له ليس له نسل، ثالثا ان اذا جاب الجديد نسل يكتب باسم القديم. كل هذه اشياء غير موجودة. والاخ الاصغر ده اللي عايز يتجوز ال400 الف، اسف، اللي عايز يتجوز مرات اخوه، انا اسف. اللي عايز يتجوز يعتبر كأنه بيتجوز أخته بالظبط، أو هي بتعتبر كأنها بتجوز أخوه، لأن أخو زوجها كأنه أخوه. وإحنا هنتصل بالإسكندرية النهاردة بالتليفون وبكرة ونقول لهم لو جت لكم هذه الزيجة امنعوها منعا منع. على الكل الحمد لله إحنا في صيام الرسل، يعني ما فيش زيجات، بس نجهز عليها ونوضبها، نوضب منعها بحيث انها لا تتم.
واحدة بتقول أنا فتاة في العقد الثاني ولي مشكلة تتعبني نفسيا، وهي جدتي والدة والدي توفيت إلى آخره، وكانت تقيم معنا في المنزل، وكنت لا أسمع كلامها، وكنت أقفل في وشها الباب، وحضرت ليلة وفاتها وتعبت نفسيا، فهل أعترف بهذه الخطية؟ طبعا تعترف بالخطية وتأخذ عقوبة كنسية، لأن في خطايا بناخد لها عقوبة على الأرض، والعقوبة على الأرض مفيدة، مفيدة بتريح النفس. الإنسان اللي يتضايق من العقوبة الأرضية يبقى إنسان بيدلل نفسه، لكن لو إنك أنت أخدت عقوبة على الحاجات دي هتريح ضميرك. وديكوا شايفين واحدة قاعدة تعامل جدتها معاملة سيئة، لما توفيت جدتها أصبحت في عذاب ضمير. فالأحياء منكم برضو يخلي بالهم من النواحي دي في معاملة والديهم، في معاملة جدودهم، عشان ما يتعبوش. واحد بيقول قال معلمنا بولس الرسول ديماس تركني وأحب العالم الحاضر، وفي إحدى الترانيم زكى والخطية وكل أثيم حتى ديماس دخلوا النعيم. فهل صحيح إن ديماس دخل النعيم؟ مش ديماس بتاع بولس ده، بيتكلم على اللص اليمين، يعني في أكتر من ديماس بس اتخلطوا معاك شوية. ديماس تلميذ بولس الرسول غير اللص اليمين ده، واحد وده واحد. واحد بيقول كيف يستطيع الفرد أن يسيطر على انفعالاته عند ثورانها؟ أولا ما يوصلش إلى ثورانها، وبعدين يفكر يضبطه، يعني درب نفسك إن أعصابك لا تثور، فإن ثارت حاول أن تضبطها. حاول انك انت تتحكم في نفسك. في تداريب كثيرة جدا على ترك الغضب، انا مألف لكم كتاب على الغضب ياريت ترجع اليه، وفي تداريب كثيرة على ترك الغضب. اذا كانت انفعالات وانفعالات شهوانية ممكن برضو ياخد تداريب لكي لا يصل الى حالة الثوران، لأن الإنسان الروحي إنسان هادئ بطبيعته، وهادئ بتداريبه، وهادئ بروحياته، ولا يصل في الانفعالات إلى الثوران ثم يحاول أن يسيطر عليه. لكن على أي الحالات إذا وصلت للوضع ده، نصيحتي لك إنك تمشي. يعني بتتكلم مع واحد ولقيت نفسك هيك، انهي المناقشة وامشي بدل ما تستمر وتخبط فيه. الهروب من المشكلة احسن من الوقوع في المشكلة. لقيت نفسك ابتديت تغلي من جوه، قبل ما يصل الغليان الى الفوران والى الاشتعال والى اللخبطة والنتائج، خد بعضك وماشي، والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. لكن مش مناقشة تلاقي نفسك ابتديت تهيك فيه وتكمل، ما تكملش ما تكملش. اقصر الشر، هو المثل اللي بيقول لك اقصر الشر. اقصر الشر يعني خليه قصير، ما تطولوش على الاخر. وايضا فكر بحكمة، افرض انا ثرت واغلط، ايه نتيجة دي؟ ما نتائجها صعبة، هتخسر الناس وجايز ما تعرفش تصلح الغلطة دي طول عمرك.